لا تنسى ان تبلغوا السلام لو تحياتنا والدعاء كده لنا جميعا ان شاء الله. اللهم امين يا رب، تقبل منا ومنكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات.